house game always sounds the same. First of all, then it played it. Somehow you go astray. We went for nothing or something. Like in 11, it was us against the world. And now we just nothing. It's like I love you so much and now I just hate you. Feeling stupid for all the time that I gave you. I wanted all or nothing for us. Ain't no place in between. My mommy, me believing what you say that you never mean. Like it'll last forever, but not forever ain't as long. If it wasn't for you, I wouldn't be sexing in the song. You were different from my. بس ما نقدرش نقول ما قدرش. مرت الايام. اذا تتوقع شوي. بليز دو يعني. ما دام بين بعاد وخسارة وقابلته نسيت اني خسرته ونسيت اوكي ستوب. قول عاد انت على طبقتك ودارت الايام انت ودارت الايام لحظه ودارت الايام ومرت الايام ما بين بعاد وخسار وقابلته نسيت اني خاصمته وانسي لسه عالية اوكي عرفتي على شو بدك تنتبهي سات فري الاس باخر الكلمة ما تطولي كثير الاورنمون بالاخر رح تقدر بليز وقف الموسيقى رح اسمع الاصلية كمان تشوفي وين بركي قطشت لانه انا اوقات عم طول كثير عم بنقطع نفس ما بتطولي كان لاف يا ما سمعت بتطول ما انا من امبارح قلت لك قطشيني ايه بعرف اوكي بحس فيك حب مكتر ما في حب أكتر بكف علي شو مكسر لو ما فرق لو تعرفي شو اللي بيصبرني عبعدك شو بيخبرني سهر وأفكاري تجبرني إلك اشتاق شفتي أصفر حبك وفي giving up like her cause lately I've been waking up alone drops on my shelf told you I couldn't go أول شيء بقول لك كيف حالك جوال؟ كله إله لهون بس يقول لحظة بكرة بزيد لك اوكي 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 ما في كورال بلا رح زيد لك كورال شو يا حلوين شو بكو انا كتير منيح ميرسي كتير جاز الاغنية يا اهلا
سألتين. في كده ملاحظات على الإيفال؟ ملاحظات على الإيفال؟ لا. شو عملت؟ بكرة ملاحظات على الإيفال. بكرة. بكرة اليوم. بالمسرح. لا ما فينا اليوم. لايكي بنسى كل الدنيا وكل اللي فيها شوفي حالي عبعدي كيف هاملها كيف ناسيها وناسيها ناسيها بلشي أول نص ترجع أنت تاني نص نرجع منقلبه ونشوف أوكي احنا مش عايزين المايك صح؟ بلا مايك اه يعني عامل أزمة لا هلا كتير كل ما خرج كتير هوب اليوم سمع كده؟ اللفة ما فيك تعمليها مش لأنه شيء لأنه هلأ بعده صوتك مش حاضر ما يعني هذا شيء غلط إنه في ناس تاخد معهم سنين لصوته يلف منا مشكلة منا يعني هذا شيء بتتعلميه بالحياة حنا ما بيقيموش بالعرب آه سوري أكيد لا هيدي أول شغلة وتاني شغلة نحنا شو بدنا اليوم مش بدنا إياك تطلع بأحلى صورة طب بزد لك عرب بفوتك بالحياة اليوم رح أقول لك شو المهم عند الفنان وقت يغني يغني صح وحلو مش يزيد ويدهر برا صح برات الغنيه او برات يعني التيمبو او برات النوت او برات العربي او ينشز ليه اقول لها مثلا انا في قله النوم كان عندي برد